السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا متابعي قناة الأرباح في طريقة جديدة للربح. إن شاء الله إخواني، اليوم طريقة اليوم قوية جدا، سيتمكن الجميع من الربح منها. أيضا يوجد زميل أو صديق في الفيسبوك تواصل معي عن نجاح الطريقة شرحناها من قبل، وقام بربح 181 دولار من موقع نيترو بروفيت. طريقة سهلة شرحتها من قبل، لكن هذا المتابع الوفي قام بتطبيقها وإعادة تكرارها فتحصل على مبيعات. هنا إخواني أيضا أشكر صاحب التعليق غريب، هناك جحود لايكات أقل بكثير من مشاهدات، لك مني ألف تحية وأصل يا غالي، شكرا لك أخي العزيز. هنا فقط إخواني أجد مشاهدات مثلا 1000 مشاهدة وتبخل علينا بالضغط على زر اللايك، هذا إخواني لا أعلم ما سببه. أيضا أشكر كل التعليق التي تساندني في القناة، شكرا لكم إخواني متابعين. أي شخص يستفيد من القناة ويدعمنا مرحبا به، والذي يتفرج إخواني وليس ويستفيد ويبخل علينا باللايك لا أعلم السبب لماذا. هنا نتوجه مباشرة إلى الشرح. أول شيء هنا فقط سأجيب على السؤال بخصوص الفيديو السابق، كيف تربح منه؟ أعرف من النقل والإعلانات، قصدي كيف الناس يوصلوا للموقع. هنا إخواني طريقة ربح من موقع الذي شرحته في هذا الفيديو، الربح من الأفلام، سنربح من ضغطات الإعلان إن شاء الله. أنا سأقوم بوضع فيديو لأقوى شركات الربح من ضغطات الإعلانية المنبثقة في فيديو تفصيلي، فقط انتظرونا. نتوجه مباشرة إلى شرح اليوم. أول شيء سنشاهد هنا، فقط شاهد صديق، أنا سأعتذر سأحجب اسمه لو سمحت، لدي مشكل في نترو بروفيت، لقد ربحت 181 في شهر. هنا فقط عن الأرباح أخي، فهي تتأخر عندما يخبرونك مثلا بتاريخ 21، قد تصل في 22 23 ولكن ستصل، فهي أقوى شركة. أيضا هنا الاستراتيجية التي عمل عليها هي ميديوم، شكرا على الطريقة كما تشاهدون. فقط هذه كإثبات للطريقة. أول شيء إخواني نتوجه مباشرة، سأعيد الطريقة بالتفصيل ولكن سأضيف إليها موقع ترافيك خرافي، تابع إلى آخر الفيديو سأريك الترافيك الذي ستأتي بمبيعات. هنا نتوجه إلى موقع ميديوم أو موقع مثلا نيترو بروفيت لنتحصل على المنتج الخاص بنا. هنا شركة نيترو بروفيت طريقة التسجيل فيها سهلة جدا، سي أب، سأترك لكم شرح القناة عفوا الفيديو، وأعتذر عن اللخبطة إخواني لأني مشغول بإنشاء مواقع الأشخاص إخواني في الفيديو الذي شرحته في القناة هنا، وأي شخص لم أتواصل معه إخواني هنا فقط ينتظر أن أقوم بتجهيز مواقع للأشخاص، أقوم بمساعدتهم في كل شيء. الآن نيترو بروفيت كما عرفنا طريقة أخذ العرض، تضغط على الأوفر وهنا تضغط على سيلكت، تختار أي عرض تريد سواء الويت لوز أو أي شيء مثلا الويت لوز، وهنا أيضا تستطيع اختيار أي بلد لا أنصحك بها، وتضغط على أبلاي. بعدها إخواني تظهر لك هذه العروض كما أريتكم في فيديوهات سابقة، يجب اختيار العروض التي فيها نسبة تحويل قوية، يعني عندما تختار العروض التي فيها نسبة تحويل قوية ستحصل على مبيعات. هنا مثلا هذا المنتج شاهد نسبة تحويل 4.92 فهي جيدة، أضغط على كوبي لينك وأخذ اسم العرض بطريقة سهلة، أتوجه إلى جوجل، متصفح جوجل بطريقة بسيطة، أقوم بالضغط مثلا على كنترول في، وهنا أقوم ب فقط عند كتابة مثلا كابوتشينو ريفيو، أي منتج تختاره أخي أنت حر، ولكن ما أنصح به دائما تنتبه إلى الكونفرشن رات. أيضا هنا تظهر لك الكثير من الأشخاص قاموا بوضع ريفيو لهذا المنتج، ما ستفعله إخواني تختار مثلا إحدى المقالات، هنا شاهد ميديوم يتصدر نتائج البحث، شاهد أخي لكي تتأكد هذا الشخص سيتحصل على مبيعات. أيضا ميديوم إخواني شاهد، يعني قوة ميديوم الذي تحصل إخواني على نسبة زيارات، إخواني ميديوم يتحصل على نسبة زيارات تصل إلى 250 على ما أعتقد زيارة شهرية.
هنا الترتيب شاهد 217 زيارة شهريا، يعني شيء جيد. أيضا في تصدر النتائج البحثية، تصدر قبل فيديوهات اليوتيوب، قبل هذا الموقع، قبل هذا الموقع. ما نفعله إخواني، مثلا سنأخذ أي مقالة نسخ لصق، نحتاج أكبر عدد المقالات مثلا من هنا، أضغط على Open، وهنا سأخذ رابط هذه المقالة، أظنها كوبي. هنا مقالة احترافية، فقط أقوم بتغيير الرابط، أعود إلى ميديوم، هنا موقع ميديوم سهل جدا، تفتح حساب وتضغط هنا، بعدها إخواني تضغط على ستوري، ستوري الخاص بك، ستجد هنا كم عدد ستوري التي وضعتها، تضغط على امبورت ستوري لكي لا تتعب في الكتابة. وإن كان لديك موقع، من الأحسن إخواني أن يكون لديك موقع، فلن تحتاج ميديوم، فقط تقوم بأرشفة الموقع الخاص بك في ميديوم، بعدها أضغط على امبورت. قمت فقط إخواني بتغيير المقالة، لماذا؟ أنصحكم إخواني بعدم اختيار المقالات الأولى، لماذا؟ لأنها معروفة، تستطيع أخذ المقالات في المراتب المتدنية وتكون مقالة جيدة. بعدها اخترت هذه المقالة، أضغط على سي، جيد، هذا ريفيو جيد لبرودكت، هنا تستطيع إصلاح أي شيء، حذف المسافات، هنا فقط تقوم بالتعديل كما تريد أخي. بعدها تقوم فقط بتغيير الرابط، ستجد الرابط الخاص به، هنا تصلح بعض الأخطاء، تستطيع عمل أي شيء. هنا ستبحث فقط على الرابط، شاهد الأرتيكل، تستطيع تركه، Recommended Article مثلا. هنا سنقوم بكتابة الخاصية أو الجملة التي دائما أنصحكم، هنا فقط هذه الجملة بسيطة، في هذه المقالة يوجد روابط أفيلييت خاصة بي، إن اشتريت منها سأخذ عمولة، تقوم بوضعها لكي لا يحضر ميديوم المقالة الخاص بك، أقوم مثلا بوضعها هنا باست. أيضا الأرتيكل تستطيع ترك الأرتيكل ريسورس كما تشاهدون، ولكي عندما يريد الشخص مثلا زيارة الموقع الأساسي يستطيع زيارته، أنا أستطيع حذفها. والآن أضغط على كنترول F وأبحث هنا على مثلا هذا الاسم كابتشينو، كوبي، أقوم بوضع الرابط الأفيليت أول شيء، كنترول F وأبحث هنا، جيد، أول شيء هنا في العنوان لا توجد خمس كلمات، هنا كما تشاهدون خمس كلمات، أول كلمة هنا الرابط الخاص به، أقوم بتغيير الرابط بالضغط هنا، ثم مرة أخرى أعود إلى نيترو بروفيت، أتحصل على الرابط، كوبي من هنا وأقوم بوضعه في ميديوم بالضغط هنا، أستطيع وضع الرابط هنا، كنترول في، أوكي. أيضا هكذا أنت تقوم بتغيير كل روابط وإضافة الروابط في أي جزء تريد. هنا أيضا سأقوم بوضع الرابط هنا، جيد كما تشاهدون، باست. هنا يا إخواني بما أننا نقوم بنشر منتج للبيع، تستطيع كتابة هذه الجملة لشراء هذا المنتج من الموقع الرسمي، اضغط هنا، مثلا أقوم بنسخ هذه الترادكسيو الخاصة بهذه الجملة وأقوم بإضافتها مثلا في بداية أو في آخر، هنا مثلا سأقوم بإضافتها قبل الصورة، قم بوضع هذه العلامة هنا للرابط، تستطيع وضع الرابط، سأقوم بحذفها، جيد، سأضع هنا باست، هنا أستطيع تعديل عليها كما أريد وإضافة الرابط هكذا، جيد. هنا فقط نقوم بوضع الرابط ونسخ هذه الجملة أكثر من مرة، مثلا في الموقع مرتين، في بداية أيضا من المقالة، هنا سأضع أيضا هنا كنترول في، جيد، بعدها أضغط على بابليش، وهنا مثلا أقوم بنسخ اسم المنتج كوبي، وهنا أقوم بالضغط على كنترول في ريفيو، أيضا ويت لوس، كنترول في، هنا أيضا كنترول في ريفيو، وأيضا هنا ويت لوس،
ويت الكلمات المفتاحية يا إخواني يجب أن تكون ويت لوز 11 51، هنا لوز ويت، لوز ويت 4000 فاست جيدة، أيضا لوز ويت هنا انتهينا، أضغط بعدها على بابليش، والآن تحصلت على هذه المقالة الاحترافية، سيظهر لي الرابط هنا، ننتظر قليلا فقط سيظهر الرابط، بعدها سيظهر لك الرابط. الآن ماذا سنفعل؟ أضغط على كوبي ستوري. إلى أين نتوجه إخواني؟ هنا إخواني بعد نسخ الرابط كما تشاهدون كوبي، الآن لديك الحرية في العمل وهي المواقع التي سأقدمها لك، لكن أخي أختي أعتذر اليوم لأني لن أشرحها، سأريكم، سأترك لكم في المقالة كل هذه المواقع، وإن شاء الله إخواني هذه المواقع حصرية، إن شاء الله سأشرحها في دروس قادمة، ولكن سأتركها لكم من يعرف فقط طريقة عملها، مثل موقع كيورا، مثلا ياهو أنسر، مثلا هذا الموقع كما تشاهدون سنشاهده هنا، ستجد أنه يتحصل على نسبة زيارات إخواني تصل إلى، عفوا إخواني هنا نضغط على أكتياليزي فقط، ونضغط على نسبة زيارات تصل إلى على ما أعتقد 3 مليار ونصف، كما تشاهدون 3 مليار ونصف زيارة شهرية. أيضا كل هذه المواقع إخواني التي سأتركها لك طريقة عمل مثل كيورا، الزيارات فيها كثيرة كثيرة ومتفاعلة، أيضا هذا الموقع أسك تقوم بفتح حساب وتتواصل مع أشخاص، تقوم بنسخ فقط المقالة الخاصة بك من هنا، أيضا مثلا هذا الموقع خاص بأسئلة وأجوبة، أيضا هنا هذا الموقع لا يعمل الآن لكنه كان موقع قوي فقط أسبوع أو أسبوعين ويتم إصلاح الاستضافة الخاص به، موقع أيضا هذا الموقع يتحصل على 200 ألف زيارة، وأيضا من أقوى المواقع تفاعل جيد، موقع جيد. وهنا أيضا هذا الموقع شرحته من قبل خاص بالبيز، يتحصل على نسبة زيارة على ما أعتقد تصل إلى 20 مليون على ما أعتقد، دقيقة فقط، فالإنترنت ضعيف إخواني، شاهد 7.40 مليون، يعني أيضا تركت لكم الكثير من المواقع، هذه أيضا 12 موقع ستجدونها في المقالة، تدخلون إلى هذه المواقع، أي شيء، أي تساؤل قوموا بكتابة فقط في التدوينة التعليق أو في القناة الخاصة بي، وهذه المواقع إخواني لا تقلقوا إن شاء الله سأشرحها، فقط أنا متعب قليلا، الخدمة التي أقدمها للمتابعين خاصة بإنشاء مواقع أتعبتني، ولكن لا أريد أن أهمل القناة، لذا وضعت هذا الفيديو فقط ليشتغل الجميع، وكتحفيز وضعت أرباح صديق لقناة الخاصة به لكي تعملوا إن شاء الله بالترافيك المجاني وتحققوا أرباح، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.